هذه الأمة تحتاج إلى ثبات. الله تعالى في هذه الآية التي تلوناها يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. الثبات له ضريبة، ولكن عدم الثبات ضريبته أكثر. هذا التاريخ الذي نجده الآن مدين لثبات أولئك الأفراد الذين ثبتوا. إن تلاحظوا غزوة أحد، لولا ثبات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في غزوة أحد، وثبات المجموعة القليلة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله، المسلمون كلهم هربوا، لولا ثبات هؤلاء الأفراد القلائل الإسلام كله كان منتهي. هذه الدقائق حسمت مصير الأمة على مر التاريخ إلى يوم القيامة. أحيانا في حياة الأمم أيام أشهر تحسم المصير إلى النهاية. في هذه المنعطفات الأمة يجب أن تقف، المجموعة القليلة، الفئة القليلة يجب أن تقف.